السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه magicschool.ai. أول ما سمعت ماجيك سكول جه في دماغي هاري بوتر وإن هما يعلموا السحر، فبدأت بقى إيه أتحمس وأحاول أدخل، لكن الموضوع مش كده. الموضوع إن هو يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يساعد المدرسين ويساعد المدرسة في توفير الوقت، فمش إلغاء العملية التعليمية أو إلغاء المدرسين، لكن بيدي أدوات مساعدة للمدرسة والمدرسين. في كم واحد بيستخدمها؟ في 2 مليون حتى الآن، وإن شاء الله العدد يزيد. تمام، مواجهة سهلة جدا، تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في إن هو يحضر لك الأسئلة، يحضر لك إجابات، يشوف الهوم وورك، يعمل أكاديميك كونتنت، يعمل محتوى أكاديمي تقدر تشرح منه. طيب أنا هعمل لوج إن، فبيقول لي ارفع الصورة وحط بقى الداتا بتاعتك، فانا هقول له ايه سيف بروفايل. تمام، فبيطلب مني شوية بيانات ومعلومات، بيشرح لي بقى الموضوع. تمام، بيقول لي ممكن تعمل اسئلة للطلبة مالتي تشويز اكتر من اختيارات وكده. تمام، عشان يبقى سهلة. ف بيقول لي بقى انت هتشرح لأني مستوى من الطلاب. تمام، تقدر تختار بقى مستوى الطلاب اللي انت تشرح لهم، عايز كام سؤال، وتقول له اعمل لي اسئله. يعني انا مثلا بشرح المصريات او تاريخ مصر او حاجات زي كده، فاختار بس الموضوع واختار الاسئله المناسبه للسنه كام، يبدا ان هو يكتب لي الاسئله اللي انا ممكن اسالها. طبعا انت في الاول وفي الاخر انت اللي هتراجع وتتاكد من الكلام دوت. تمام، فممكن تختار مثلا، فيبدا ان هو يجهز لك الاسئله. طبعا عندنا شات بوت اللي هو راينا. شات بوت عامل زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تسأله بعض الاسئلة، ممكن تنسخ الكلام، ممكن ترفع له ملف بي دي اف وتقول له اشرحهولي، او ترفع له صورة، او ممكن تسأله انا الجزئية دي مش عارف اشرحها، مثلا مطلوب منك تشرح الاسم المطولة وانت مش عارف هي ايه اصلا، فتسأله ايه هي الاسم المطولة فيبدأ ان هو يشرحها لك. تمام، طيب ده ممتاز جدا ان انت معك شات بوت ومتخصص او متدرب بشكل حلو على الشغل المدارس. تمام، طبعا النقط دي اسوأ حاجة ممكن تلاقيها في الذكاء الصناعي، فما تحاولش. تمام، بس خلينا نجرب. يعني ساعات تكون النقطة تنفع في الانجليزي بس هو يترجمها لك فتحس انها رخمة. تمام، طيب دي للناس اللي بتشكر في المدرسة وبتشكر في المدرسين تريننج. تمام، لو عايز تشوف بقى شرح للموضوع، يعني تقريبا كل الأدوات موجودة في الماجيك تولز وموجودة مع راينا، أو ده اللي هقولها رانيا. تمام، دي بقى أدوات خاصة بالبلاننج، إن أنت تعمل صورة معينة. هي كويس إن الطلبة يبدأوا يتعلموا. يعني كان حد بيسألني سؤال، انت بتشرح للطلاب مش خايف ان هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي يجاوبوا؟ قلت لهم يا ريت، انا بقعد اعلمهم ازاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي يجاوبوا، بس خلينا نفكر. يعني مثلا ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا اقول له اعمل لي صوره مثلا مبنى معين، وبعد كده نبدا نتناقش ايه الاخطاء اللي موجوده في المبنى دوت. تمام، يعني خد الذكاء الاصطناعي واقعد معاه وخليه يشرح لك كل حاجه، لكن احنا نيجي نقعد مع بعض والتقييم كله مش على الهوم وورك اللي انت عملته في البيت، على فهمك للهوم وورك، نبدا نتناقش ونشوف هل انت فعلا فاهم الكلام اللي انت كاتبه ولا لا. والمناقشه دي حاجه مهمه جدا ومفيده جدا. يعني فلو انت استعنت بالذكاء الاصطناعي وشرح لك موضوع وانت جيت شرحته لنا، يبقى انا يعني راضي كده ومبسوط. تمام، في اكاديمي كونتنت، ممكن تقول له اكتب لي موضوع عن حاجه معينه، فيبدا ان هو يكتب لك المقاله، بيقول لك عايز على الاقل مستوى. تمام، تكست لينس، عايز كام صفحه، عايز شورت ستوري، قصة صغيرة، التوبيك، وبعد كده تقول له كمان لي القصة، فيبدأ ان هو يعملها لك. تمام، بيعمل لك محتوى خاص بك انت الذكاء الاصطناعي. تمام، طيب
ممكن نقول له تكست. تمام، كل ما تغير الجريد ليفل كل ما يعمل حاجة مناسبة للمستوى اللي انت بتشرحه. تمام، بيقول لي انت معاك نسخة تجريبية لحد 29/6، النهاردة كام؟ 15/6، يعني تقريبا 15 يوم. فبدأ يشرح لي الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الصناعي للمستوى اللي مناسب للطلاب. ممكن أقول له اعمل لك سبورت أو كوبي أو اقراها لي بصوت عالي أو سيف لي الريسورس ديت عشان ممكن احتاجها بعد كده، باسم مثلا AI. تمام، فلو اي مدرس استخدم التولز دي ممكن المدرسة حتى تشتري له نسخة بفلوس، هيستمتعوا بيها ويستفادوا منها ان شاء الله.